اقتحم العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وسط حراسة وتواجد مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك بالتزامن مع قمع ومنع الاحتلال مجموعة من المصلين معظمهم من النساء من الدخول إلى المسجد. وكان صحفيون فلسطينيون اعتصموا عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك احتجاجا على تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين خلال رصدهم وتغطيتهم للأحداث في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة. المزيد في تقرير زينة صندوقة. الفريسة هي الأقصى، والمنقض عليها هو احتلال يصارع بمعركة على هوية وقيادة وسيادة بحصة زمنية ومكانية ومصادرة للمسجد الأقصى. ولتنفيذ الاستراتيجية هذه عمدت سلطات الاحتلال على تفتيت كل الجبهات المدافعة عن الأقصى. بدأت بتشتيت المرابطين والمرابطات بمنعهن حتى من الوصول إلى منطقة باب السلسلة للتصدي لاقتحامات المتطرفين، وأخذت قراراً بإخراس لسان الحقيقة وأصحاب الأمانة في فضح انتهاكات الاحتلال، ألا وهم الصحفيون. هناك استراتيجية لتشتيت وتفتيت هذه الجبهات حتى لا تكون رافدة وقوية وداعمة للمركز في داخل المسجد الأقصى المبارك. الاستفراد بكل حي، الاستفراد بكل شخص، الاستفراد بكل مجموعة، يعني هو إضعاف الموقف الفلسطيني، إضعاف الموقف المقدسي. وهم يريدون ليس فقط إضعافه، الآن هم يضعفونه، يشتتونه فيضعفونه، وبعد هذا الإضعاف يقتلونه، يميتونه حتى يخلو لهم الجو. المشاغبين أي الصحفيين، تلك الأوامر التي تلقتها سلطات الاحتلال من ضابطهم في الميدان، وعليها تم الاعتداء خلال الأسبوع الماضي على 11 صحفياً. أصبت بقنبلة صوت بعيني في نفس اليوم. زميل المصطفى الخروف، الزميل مصطفى الخروف تعرض لاعتقال، زميلة أخرى تعرض لاستدعاء للتحقيق، زميل آخر تعرضت معداته للتكسير، حتى مصور رؤية أصيب برش بغاز الفلفل السام والاعتداء. ما يجري لن يثنينا عن نقل هذه الرسالة، لو تعرضنا للاعتقال، للإصابات، للاعتداء، للترهيب اللفظي والجسدي، سوف نبقى ونحمل الرسالة ونغطي ما يجري بحق قبلة المسلمين الأولى. وزير الأمن الداخلي طلب من وزير الأمن العام بمنع المرابطات. القرار كان بحاجة لتنفيذ على الأرض، بس المشكلة كانت عندهم بالإعلاميين اللي كانوا في الميدان. كانت الهجمة من 24 شهر المنصرم لحد اليوم هي موجهة ضد الإعلاميين في مدينة القدس. هاي الاعتداءات جميعها بحاولوا فيها إسكات الصحفيين، إسكات الحقيقة في مدينة القدس. أما الجبهة الثالثة المنتفضة فهي أحياء القدس، والتي أغلقوا مداخلها وأعطي الضوء الأخضر لإطلاق الرصاص الحي ضد كل متظاهر غاضب على الأقصى فيها. اعذروني على عدم الحيادية، اعذروني إن تجاوزت الحد في المعايير، فدوري لم يعد مجرد صحفية مقدسية. فعندما تكون القدس في مرمى النيران ويتم اغتيال الأقصى دون التفات أي أحد، لن أقف جانبا بل في الصفوف الجهادية الأولى، سأكون أول منحازة، وليشرف أن أنال شهادة في سبيل الأقصى. من القدس المحتلة، زينة صندوقة.